وكنا عم نتحدث. برحب بست ليلى شقير رئيسة جمعية دوميوس وديما رعيد المسؤولة الإعلامية بالجمعية. يعني كنا بعدنا عم نتحدث ست ليلى وحضرتك بتشتغلي مع المسنين مع المهملين يعني سنين من العمل الاجتماعي، شفتي مثل هالوضع هيدا بي؟ أبداً تقول المضبوط إنه نحنا كنا على كل حال كنا عم نهتم من 2002 لليوم من هالناس اللي محتاجة، بس مثل هالوضع هيدا بعد ما نشوف مثل هالبيوت المهدمة بعد ما صار، مع ان احنا اهتمينا كتير بناس عطيناهم بيوت لانه كانوا اهلهم وولادهم تركوهم على الطريق، املنا بيت ودفعنا لكانسير لمرة وكذا، بس مثل هالوضع مشان هيك نحن جينا اليوم. ومثل ما قلتي حضرتك انه في ناس كتير اكل عم بيجي وكتير مساعدات جايين، نحن غير انه الاكل مثل ما عم تقولي اعمار البيوت ويهتم الواحد ببكره جاي الشتاء وجايين مدارس. نحن عم نشوف كمان على الشاشة مبادرة كمان مشاركين فيها كتير من النجوم المشاهير، بيروت جولدن أورد عم بيوزعوا لايف على الأرض مساعدات ومساعدات غذائية تحديدا، مشكورين ويعطيكم ألف عافية. وعم نشوف الحاجة وعم نشوف المسنين يا ست ليلى يلي على الطريق، أكيد في حاجة، بس الحاجة الأكبر أنه يكون في ديمومة حياة محترمة، بيوت موجودة لتحمي الناس، عمل موجود لحتى يكون عم بيشيل هالناس ويخليهم يعني يبعدوا شوي عن هالطلبات، عن انه ينزلوا، عن انه يكسروا كرامتهم ليطلبوا مساعدات عينية، يعني ما بيصير. ما انت معك حق، ومشان هيك نحن جينا اليوم لهون. انا كان عندي كمان مثل بروجي مره انه اعمل بيت وكل المحتاجين يقعدوا فيه الختيارية وكذا وبلاش، اقدر امن لهم اللي بدهم اياه للختيارية، مثل يجوا يكون عندهم اوضه محترمه. وبس بعد ما صار لي هال ان شاء الله نقدر، بس ديما خليني اعرف شوي شو مشاريعكم الحاليه. نحنا يعني هذه الكارثة اللي صارت ببيروت كانت فرصة لنا أنه نحنا نزيد العطاء اللي جمعية دوميوس بلشت تعطيه من سنة 2002. فنحنا من بداية الكارثة يعني تحركنا سريعا ونزلنا على المناطق اللي هي بعدنا شوي عن وسط بيروت اللي هي كان عم بكون التركيز عليها أكثر. رحنا صوب كرم الزيتون، صوب النبعة، صوب الدورة، الرمال، يلي هونيك كمان في أضرار كتير كبيرة طالت الناس. أضرار بتبتدي بالأضرار المادية اللي هي البيوت اللي تضررت اللي تكسرت اللي ما عندهم بقى باب يحميهم يعني ببيتهم، إضافة للأضرار النفسية يلي الناس يلي عندها مفقود يلي عندها جريح. فنحن قدرنا نعمل تقريبا حوالي 50 لـ60 بيت قدرنا نحصيهم مع كل احتياجاتهم. ومن ديوان بلشنا ننزل مساعدات، ما بدنا نحكي عن المساعدات الغذائية بس، ولكن بلشنا اللي بدو أدوية أعطيناهم مساعدات طبية. تواصلنا مع كتير الجهات يلي هي عبر السفارات يلي عم بيوصلها المساعدات أنه يأمنوا لنا الألومنيوم والإزاز وألواح الخشب والبيوت والابواب للبيوت. عم تقدروا تحصلوا على هالاشياء؟ عم نقدر نحصل. ونحن بالموارد تبع الجمعيه في عنا اكثر من شق، يعني في اول شيء الجهد الشخصي اللي نحن بنعمله منزلنا على الارض يلي هي نحن بالبدايه ما اتكلنا على الموارد، بلشنا من امكانيات الجمعيه من الاصحاب والداعمين دائما للجمعيه واللي نحن بنشكرهم انه كان عندهم ثقه فينا واللي كانوا كثير حابين يساعدوا وما لجؤوا للمؤسسات الرسميه، يعني تواصلوا معنا ويعني بدنا نشكرهم كثير كثير، يعني قدروا دعمونا بكل هذه الفتره. واضافه للموارد اللي نحن حصلنا على جزء منها وبعد اكيد بدنا، لانه التحدي كثير كبير، المجالات اللي فاتت فيها الجمعيه بدها امكانيات هائله وهذا اكيد صعب نحن نقدر لوحدنا نعمله. فنحن بلشنا وعم نكمل وعندنا تقارير يعني بكل بيت شو بحاجة لقاله لنقدر عن جد نعطي كل بيت احتياجاته. نعم. ست ليلى من وين عم تقدروا تحصلوا على المساعدات اليوم؟ هل هي من لبنان؟ هل هي من جهات خارجية؟ هل هي من المغتربين؟
نحن هلا عم ناخذ من لبنان، بس اجينا هلا تليفونات ناس من برا حابين يبعثوا لنا مساعدات ماديه لانه بيسقوا فينا. قالوا لنا نحن ما بنبعث لحدا لانه ما بنعرف وين بتروح المصاري، بس انتم بقى رح يعطونا اياهم لنا شخصيا. ونحن امبارح مثلا رحنا على بيوت عطينا شويه مصاري للناس اللي هي بحاجة تيبلشوا بالمينيموم، ومنشوف ليه مثلا نحن جهزنا بيوت عادة بالنبعد وأزاد يعني من البردية للشوكة للسكينة للتخوت يعني كل شيء كل شيء، لأنه كان محروق البيت. بقى نحن إذا حدا بده عفش بده شيء نحن بركة فينا نساعد بهالناحية كمان، لأنه عنا ناس بتبعث لنا عفش ما بدهم إياه ونحن منوزعه. عرفت كيف؟ بقى كتير اشتغلنا بهالناحية كمان. إن شاء الله إن شاء الله عن جد نقدر نكفي هالناس، إن شاء الله نقدر نلبي بس هيك يكون عندهم بيت يحميهم. كيف بيقدروا يساعدوكم الناس ديما؟ نحن في رقم تليفون تبع الجمعية حيقطع هلأ على الشاشة، يتواصلوا معنا كرمال نقدر نقول لهم شو الحاجات اللي نحن بدنا إياها. وفي نحن كمان موجودين على السوشيال ميديا كمان فيسبوك والإنستغرام والويب سايت تبع، ونحن جاهزين انه نتلقى التليفونات للي بده يساعد بالمجالات اللي قلنا عنها، وكمان للي بده يتساعد يعني اللي بده يتساعد كمان لاي حدا عم يسمعنا بحاجه لمساعدة. قطعت الليالي عن حبك احكيلي.